عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً أنا راح أتكلم معاكم عن انطباعي إعلان فيلم ملنق، شفته قبل شوية وما حبيت أني أسوي إعلان مع الفيديو على أساس أن الإعلان نفسه فيه شوية مشاهد نوعاً ما، يعني ما أقدر أنزلها في اليوتيوب عندي، وأعتقد مش محتاج أني أنزلها، فأحسن أتكلم عن الإعلان مباشرة معاكم عن طريق اللايف هذا الموجود. طبعا قبل ما تسألوني اي سؤال، اولا فيلم ملنق هو من اخراج مهد سوري. مهد سوري هو مخرج الافلام اللي ينتجها عاده مهيش بهت وفكرم بهت، اللي هم يسمونهم فيشيش بهت، الشركه هذه معروفه. ومهد سوري هو يعتبر واحد من عائله مهيش بهت وصنع افلام جيده صراحه، خاصه مع عمران هاشمي، مثل فيلم موردرز الثاني وجنة أعتقد الثاني أو الأول، وكذلك عند أفلام قوية مثل آشقي الجزء الثاني كان قوي جدا من إخراج مهد سوري. إشكالية مهد سوري هو فقط أنه هو يأخذ أو يستنبط مشاهد كثيرة من الأفلام الهوليوودية والأفلام الكورية بالذات. هذا الإعلان نوعا ما أنا حسيت أنه هو في لقطات مأخوذ من أفلام أمريكية، سواء كان شيب اوف ووتر، في لقطه في هذه الدعايه مال شيب اوف ووتر موجود في الماي، وكذلك في مشاهد من افلام كوريه. وانا عندي شك نوعا ما ان هذا الفيلم نوعا ما ممكن يكون ماخوذ من فيلم كوري، مثل ما كان فيلم آشقي. اصلا هو مستلهم، لا مش مستلهم، هو كوبي ريميك كامل لفيلم ستار بورن، اللي اعتقد بورن ستار، الفيلم اللي سووه امريكا على ثلاث أو أربع مراحل، سووا في الخمسينات والستينات والسبعينات، وأيضا سووا الخير اللي شفتوه قبل سنة اللي كان حائز على ترشيح في الأوسكار. المهم هذا الإعلان اللي عجبني فيه أولا اللوك مال أديتا روي كابور، اللوك ماله خطير صراحة في هذا العمل، نوعا ما في تغيير صراحة في شكله وتغيير في الجسم ماله وحركاته في هذا العمل، لكن في بعض المشاهد تحس فيها البراءة موجودة بعده عند أديتا روي كابور، اللي هو معروف عنها بريء شوية ولطيف وحبوب، هذا موجودة فيه. لكن موضوع أيضا اللي هو مكرر عند أديتا روي كابور أنه يكون مدمن أو يكون شبه مدمن. طبعا في هالفيلم ما في هالدعاية ما شفت أنه هو قاعد يشرب ولا غيره، لكن تحس أنه في اللوك هذاك، اللوك الإدمان موجود فيه. بالنسبة ل سمونا أنيل كابور في هذا العمل بالذات، أنيل كابور دائما يفاجئك ب يعني أدوار جديدة وأدوار مختلفة، فهو اختار أكيد هذا الدور أو اختار هذا العمل لأنه فيه شيء جديد، فعجبني أنه هو خل اللحية البيضة موجودة على أساس أنه يبين اللوك الشرطي الوسخ، يعني الشرطي مو بلازم يكون أنيق دائما ومصابغ اللحية وصابغ الشنب والشعر ويطلع لي بهذا اللوك، لا لازم يكون اللوك ماله بالطريقة هذه. فهذا اللي عجبني في اللوك أنيل كابور وطريقة إلغاء الحوارات. كونال كيميو موجود، وانا ما ادري، عندي احساس ان كونال كيميو يمكن ياكل الجو مثل ما اكل الجو في فيلم كلنك. وبالنسبه لدانيا باتاني اسمها الممثله هذه، يعني الاغراء موجود والحركات موجوده، فالفيلم هذا او الاعلان هذا راح ينقسم لقسمين، او نقدر نقول لثلاث اقسام. القسم الاول راح يكون للمراهقين اللي يحبون الجلامرز، يعني اللقطات الإغراء وغيرها موجودة عند الممثلة البطلة الفيلم. والقسم الثاني للشباب اللي يحبون يشوفون العضلات، يحبون يشوفون الاستعراضات وغيره وغيره، هذا اللي ممكن بينقسمون مع أديتا روي كابور. والقسم اللي يحب التمثيل ويحب يشوف السينما فيها ممثلين وأداء تمثيلي، هذا اللي بيكونون الميتشورد بيبول، اللي هم يعني الناس الفاهمين أكثر، أو اللي يعني نقدر نقول عليهم اللي يحب يتذوقون السينما أكثر من 25 سنة فما فوق، هم بيكونون هذه الأتباع أنيل كابور، وممكن يكون أيضا كونال كيميو. باقي بس نشوف الإعلان الآخر اللي هو بيكون فيه أغاني، وأنا متأكد مهد سوري ما راح يقصر في الأغاني، لكن الإعلان هو صبغته تجارية فنية، أيضا الفنيات واضحة، لكن الاستغلال للإغراءات وللمشاهد شوية نوعا ما تكون جريئة واضح، على أساس أنه
ينجذب لها المشاهد من البداية عن طريق هذا الإعلان. أتمنى أن هذه المشاهد ما حطوها عبث، حطوها لهدف أو لربط مهم في هذا الفيلم، لأن إذا ما كان في ربط وكان عبث راح يطلع الفيلم عبثي وراح يكون فيلم فيه مشكلة. خوفي أن الفيلم يعني يطلع يعني ديزاستر من ناحية ككل، يعني خوفي من هذا الشيء. ليش؟ لأن في شغلات في هذا الفيلم ما اندمجت لها، ما اندمجت لبعض الأحداث، لأن بعض الأحداث حسيتها مكررة لفيلم ماردر الجزء الثاني مال إمران هاشمي، قوة ومخدرات وغيره. وكذلك في مشاهد من فيلم مسافر مال ألين كابور وسجدان، نفس الشيء مكررة في هذا الفيلم. فتحس هذه الأشياء المأخوذة من كل بستان زهرة تخلي واحد يخاف. لكن في مشهد في النهاية الثلاث يشتركون مع بعض، ألين كابور وأديتا روي كابور وكونال كهيميو، تحس أن هذا المشهد راح يكون ماستر سين مال الفيلم، يوم بيكون بينهم عراك وشيء من هذا القبيل. ملنج خوفي يطلع كلنج، وأتمنى أنه ما يطلع كلنج نفس ملنج أو ملنج نفس كلنج، وأتمنى أنه يطلع ملنج فيلم جيد في أيضا بشائر جيدة، لأن المخرج معروف موهيت سوري ووجود الكاست هذا جيد، وممكن هذا الفيلم يكون إنعاش لمسيرة أديتا روي كابور. هذا كل ما لدي عن هذا الإعلان، وخلاص هذا كان انطباعي على السريع، وشكرا جزيلا على المتابعة، لأن أنا رايح على خط دبي، وأشوفكم إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.